أيها الإخوة، من فضائل الصوم كما قال عليه الصلاة والسلام أنه قامع للشهوة. يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أيها الإخوة، الإنسان حينما يلتهم الطعام يقوى بدنه، ومع قوة البدن تزداد شهواته. فمن بعض فضائل الصيام أن الصيام يقمع الشهوات. أيها الإخوة، ومن فضائل الصيام أنه من أسباب استجابة الدعاء، ففي قوله تعالى بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كأن هذا الصائم له عند الله جائزة، أن دعاءه مستجاب. وإذا سألك عبادي عني، هذه الآية جاءت مع آيات الصيام. قبل هذه الآية آيات متعلقة بالصيام، وبعد هذه الآية آيات متعلقة بالصيام. هي بين آيات الصيام، وكأن الواحد الديان يبشر عباده أن هذا الصائم دعاؤه مستجاب. أيضا من فضائل الصيام أنه من أسباب تكفير الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس، يعني من صلاة إلى صلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس، يعني من صلاة إلى صلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل الصوم أيها الإخوة أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. ومن فضائل الصوم فرح الصائم بما يسره الله له من الصوم في العاجل والآجل، كما في الصحيحين: للصائم فرحتان، يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها الإخوة، هذه القاعدة تنطبق على كل العبادات، بل على كل الطاعات، بل على كل استجابة لله. العبادات ذات كلفة، سميت تكاليف لأنها في الأصل تتناقض مع الطبع. الإنسان يحب أن يبقى نائماً، والتكليف أن يستيقظ. يحب أن يمتع عينيه بمحاسن النساء، والتكليف أن يغض البصر. يحب أن يخوض في فضائح الناس، والتكليف أن يسكت. يحب أن يأخذ المال، والتكليف أن ينفقه. فالتكاليف كلها مناقضة للطبع، لكنها مطابقة للفطرة. ترتاح نفسك إذا أديت الفرائض، ترتاح نفسك إذا كنت صادقا، ترتاح نفسك إذا كنت أمينا، ترتاح نفسك إذا أعنت أخاك، إذا رحمته، إذا يسرت عليه. كل أوامر الدين بعباداته ومعاملاته وفضائله إن طبقتها ارتاحت نفسك. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني هذا المنهج الإلهي يتطابق بأدق تفاصيله مع بنية النفس. إن التكاليف تتناقض مع جسم الإنسان، مع طبعه، مع غرائزه، مع شهواته، لكنها تتوافق مع نفسه، ذاته التي بين جنبيه. إذن الطاعات فيها مشقة أحياناً،
فيها تكليف، فيها تناقض مع جسم الإنسان. الإنسان يحب أن يأكل دائما، وكلما أصابه عطش يشرب من الشراب ما لذ وطاب، أما حينما يأتي شهر الصيام يمتنع عن الطعام والشراب والمباحات الأخرى التي أبيحت خارج الصيام، فهو يبذل جهد. أخواننا الكرام، الطاعات تنقضي مشقتها ويبقى أجرها، والمعاصي تنقضي لذتها ويبقى اسمها. فالبطولة للذي يفرح أولا، بل الذي يفرح آخرا. ليست البطولة أن تضحك أولا، وقد قيل من ضحك أولا ضحك قليلا، ومن ضحك آخرا ضحك كثيرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. بطولتك أن تضحك آخرا، لا أن تضحك أولا. الطفل حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، أما إذا وافته المنية كل من حوله يبكي. فإذا كان بطلا ومؤمنا وملتزما ومستقيما ومحسنا ضحك وحده. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. أيها الإخوة، إذا للصائم فرحتان يفرحهما: صبيحة العيد تأكل كما كنت تأكل قبل رمضان، طعام فطور وطعام غداء وطعام عشاء، عدت إلى طبيعتك وقد كسبت أجر الصيام والقيام وقد ارتقيت إلى الله عز وجل. أما الذي أفطر في رمضان يأكل في العيد مع بقية الناس، ولكنه يأكل وقد فرط بهذه العبادة العظيمة التي لا يعدلها صوم الدهر لو صام. أيها الإخوة الكرام، حقيقة ثانية من فضائل الصيام أن الله اختص أهله بباب كبير من أبواب الجنة لا يدخله إلا الصائمون، ينادون يوم القيامة إكراما لهم وإظهارا لشرفهم، كما في الصحيحين عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. يعني هذا الذي عطش في الحياة الدنيا له قصر مكتوب على بابه الريان. لذلك قال بعض العلماء: هذا الشهر العظيم شهر الصبر. بالمناسبة أيها الإخوة، البناء الأخلاقي للإنسان أساس الصبر. الذي لا يصبر لا يمكن أن يكون شيئاً مذكوراً في الحياة. الذي لا يصبر لا يمكن أن يكون شيئاً مذكوراً. فأنت حينما تصبر يمكن أن تصل إلى البطولة. فلذلك قال تعالى: واستعينوا على بلوغ أهدافكم، على بلوغ مرادكم، واستعينوا بالصبر والصلاة. قال علماء التفسير: بالصبر أي بالصوم، والصلاة كما تعلمون. أيها الإخوة، أنت حينما تواجه عدوا متغطرسا قويا جبارا حاقدا يملك أسلحة لا تملكها ويتمنى تدميرك، يقول الله لك: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بيّن الله لنا أن الصبر مع الطاعة طريق النصر. يعني يكاد الإيمان أن يكون نصفين، فنصف صبر ونصف شكر. والذي لا يصبر لا يمكن أن يكون شيئا مذكورا في الحياة. الصبر ترقية للنفس. الصبر يعني أن مبدأك أعظم من حاجاتك، دينك أسمى من رغباتك. الصبر يعني أن تدع شيئا خسيسا من أجل شيء نفيس. ها
هذا هو الصبر. لذلك شهر الصوم شهر الصبر، أنت في رمضان تصبر على ترك الطعام والشراب وعلى ترك اللقاء الزوجي في نهار رمضان فقط. هذا الصبر يجب أن تستخدمه في مجالات لا تعد ولا تحصى، في عملك ينبغي أن تصبر، في دراستك ينبغي أن تصبر، في مواجهة العدو ينبغي أن تصبر، في أن تنفق من دخلك المحدود ينبغي أن تصبر، وإلا تمد يدك لمال حرام. الصبر مدرسة، كان رمضان التعليم الأساسي فيها، رمضان تعليم أساسي بمدرسة لها درجات عالية جدا. أنت حينما تثبت لنفسك أولا ولله ثانيا أنه يمكن أن تدع شهوتك من أجل هدف ما، فأنت قد وضعت رجلك على طريق البطولة. رمضان شهر الصبر، وكيف لو أن عدوا يتحدانا ويواجهنا ويتمنى دمارنا؟ يقول لك الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيها الإخوة الكرام، يتجلى الصبر في الإيثار والإحسان ومعايشة آلام الآخرين ومقاسمتهم السراء والضراء وذوق شيء مما يجدون. دققوا في هذا الكلام: إذا ذاق الصائم تعبداً واختياراً ألم الجوع فلقد ذاقه الفقراء عجزاً واضطراراً. الصائم يجوع طبعاً، لكن هذا الجوع باختياره، اختار أن يجوع تقرباً إلى الله عز وجل. هو يذوق طعم الجوع تعبداً واختياراً، ولكن الفقير يذوق طعم الجوع عجزاً واضطراراً. ولئن عاناه الصائم وقتاً محدوداً فهو عند الفقراء عناءً ممدوداً. تصوم الصيام لوقت محدود لكنه عند الفقراء عناء ممدود. لذلك كان الإنفاق في رمضان. زكاة الفطر، هذه الزكاة لها أحكام خاصة. من ملك قوت يومه وجب عليه زكاة الفطر. من ملك قوت يومه، فقير جدا يملك وجبة طعام واحدة، عليه زكاة الفطر، أي أن الله أراد أن يذوق الفقير في العام مرة واحدة طعم الإنفاق. كأن الفقير مأمور أن ينفق، والذي ينفق يمكن أن يأخذ الزكاة أيضا، لكن أراد الله أن نذوق طعم الإنفاق. إذا أنت حينما تجوع يجب أن تذكر أنك تجوع اختيارا وتعبدا، لكن الفقير حينما يجوع يجوع اضطرارا، وأنت حينما تجوع تجوع لوقت محدود، ولكن الفقير يجوع لوقت ممدود. لذلك ينبغي أن يثمر الصيام معاونة الآخرين وأداء الزكاة والصلاة. أيها الإخوة، يتجلى الصوم بالإمساك بزمام النفس عن اندفاعاتها وحماقاتها، فالصائم مقيد بشعور دائم يحمله على الكف عما لا يجمل ولا يليق. يعني تصور إنسان يدع المباحات، هل يعقل أن يرتكب الموبقات؟ يختل توازنه. تدع ما هو مباح لكل البشر، هل يعقل أن تغتاب في رمضان؟ هل يعقل أن تطلق البصر في رمضان؟ هل يعقل أن تكذب في رمضان؟ أنت مأمور عن ترك الطعام والشراب وهو مباح، فلأن تترك المحرمات من باب أولى. وكأن الله يقوي إرادتك في هذا الشهر على أن تكون ملتزماً بأوامر الدين. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه
وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، للإمام الشافعي رحمه الله تعالى مقولة رائعة، يقول: العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق. نحن نسمع في بعض الأديان الوضعية الأرضية الوثنية أن هناك عبادات أيضاً، لكنها حركات وسكنات وإيماءات وإشارات وتمتمات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا معنى لها إطلاقاً. حركات لا معنى لها، ولكن العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق، يعني للتنوير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واضح. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج لتعلموا أن الله يعلم. الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو ذر عنه صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم. ما الآية؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حينما تضيق الأمور كما هي الآن، وتستحكم الحلقات، وتسد المنافذ، وتنتصب العقبات، ويقنط الإنسان، تأتي التقوى، تتسع بها المضائق، وتحل بها العقد، وتفتح بها المسالك، وتذلل بها العقبات. فمن يتق الله عند نزول المصيبة فيوحد الله ويصبر لحكمه ويرضى بقضائه ويثبت على مبدئه واستقامته، يجعل الله له مخرجا من هذه المصيبة، فيبدل الله ضيقه فرجا وخوفه أمنا وعسره يسرا. ومن يتق الله فلا يسمح للأفكار الزائفة أن تأخذ طريقها إلى عقله، يجعل الله له مخرجا من الضياع. أخواننا الكرام، المسلم بنعمة يصعب أن يتصورها. ما هي النعمة؟ له مرجع، القرآن. هذا العمل لا يرضي الله، لا أفعله، لذلك هو في سلام، في أمن. حينما يرتكب الناس الحماقات ولا ينامون الليل، هو ينام مطمئنا، لأن ربه هداه سبل السلام، هداه السلام مع نفسه ومع أسرته وفي عمله ومع مجتمعه، لأنه طبق منهج الله عز وجل. فمن يتق الله ولا يسمح للأفكار الزائفة أن تأخذ طريقها إلى عقله، يجعل الله له مخرجا من الضياع والحيرة والضلال وخيبة الأمل. ومن يتق الله فيبرأ ممن حوله، ويبرأ من قوته ومن علمه، يجعل الله له مخرجا مما كلفه به بالمعونة عليه. في أي عمل تقوم به قل: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي، والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك. والدرس الذي ينبغي ألا ننساه درس بدر ودرس حنين. في بدر قال الصحابة: الله، فتولاهم الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وفي حنين قالوا: لن نغلب من قلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ومن يتق الله فيقف عند حدود الله فلا يقربها ولا يتعداها، يجعل الله له مخرجا مما كلفه به من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة. ومن يتق الله في كسب رزقه،
سيتحرى الحلال الذي يرضي الله عز وجل، يجعل الله له مخرجا من تقصير الرزق بالكفاية ومن إتلاف المال بحفظه ونمائه. ومن يتق الله في اتباع السنة يجعل الله له مخرجا من ضلال أهل البدع. ومن يتق الله في اختيار زوجته وفي التعامل معها يجعل الله مخرجا من الشقاء الزوجي. ومن يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم وشقائه بشقائهم. ومن يتق الله في اختيار عمله يختار عملا يرضي الله ويحسن أداءه، يجعل الله له مخرجا من إخفاقه فيه. والله آية تسع كل الناس وتسع كل المشكلات وكل النشاطات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني أراد الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن نتقي الله عز وجل، أي أن نألف الطاعات. أنت في رمضان طبعا تغض البصر، فإن كنت مؤمنا تغضه في رمضان وفي غير رمضان، وإن كنت تائبا تغضه في رمضان مبدئيا. فإذا ألفت أن تغض البصر 30 يوما هذا الغض يستمر بعد رمضان، وإذا ألفت أن تصلي الفجر في المسجد هذا يستمر بعد رمضان، وإذا ألفت أن تصلي العشاء في جماعة هذه العبادة تستمر بعد رمضان، وإذا ألفت أن تضبط لسانك في رمضان هذا ينبغي أن يستمر بعد رمضان. يعني أراد الله أن ينهض بنا في رمضان دورة مكثفة، تقوية إرادة، أن تعيش ما يعانيه الفقراء. يعني الأمر البشري أحيانا يقول لك أحدهم أنا ضربت عصفورين بحجر. الله عز وجل إذا أمر أمرا مليون هدف يتحقق بآن واحد. ومن قال لك إن رمضان فقط يقرب الإنسان من الله؟ رمضان عمليا صيانة لأجهزة الجسم لا بد منها في كل عام مرة. حينما ترتاح الأجهزة من عبء الهضم وثقل الطعام كأن النشاط يتجدد. لذلك المسلمون الآن قلبوا الوجبات الدسمة من النهار إلى الليل، ما فعلوا شيئا. والحقيقة في كلام لا بد من أن أقوله، يعني هناك رمضان عند بعض المسلمين، لا أقول عندهم جميعا، عند بعضهم وقد يكون عند أكثرهم، موسم لقاءات، موسم سهرات، موسم ولائم، موسم سهر إلى ساعة متأخرة من الليل، موسم حديث بلا ضابط وبلا هدف، فيرتكبون الغيبة والنميمة ويطلقون أبصارهم ويتابعون الأفلام إلى ساعة متأخرة من الليل، يأكلون وينامون ويستيقظون بعد صلاة الفجر. لكن في شيء آخر، هناك طبقة مخملية لا تعنينا إطلاقا، لكنهم يذهبون إلى خيمات رمضانية، هذه الخيمة برنامج ساهر حتى طعام السحور. يبدأ هذا البرنامج بأذان المغرب والإفطار وينتهي بالرقص والغناء وهو صائم. وكل البرامج التي لا ترضي الله إنما يذكر في مقدمتها أنها برمجت إكراما لشهر رمضان. ابتعد المسلمون، أصبح رمضان شهر دقيق فولكلوري لا علاقة له بالدين إطلاقا، شهر تراث وعادات وتقاليد. فهذا الذي لا يرى رمضان شهر عبادة، شهر غض بصر، شهر ضبط لسان، شهر تلاوة قرآن، شهر إنفاق المال، شهر إحكام الصلة مع الله، شهر الحب، شهر القرب، شهر المغفرة، هذا بعيد عن أن يكون صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض المنافقين فقال مثلهم كالناقة عقلها أهلها فلا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت، يصوم مع الناس ويفطر معهم وهو على ما هو عليه، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أيها الإخوة، هناك من يصوم فيدافع التدني، جيد، لكن هناك من يصوم فيتابع الترقي. فرق كبير بين من يدافع التدني وبين من يتابع الترقي.
ولكن هناك من يصوم صيام البهائم جوع وعطش ولا أجر ولا ثواب، لأنه ما فكر أن يغير من سلوكه ولا من عبادته ولا من اتصاله بالله عز وجل.